الله المقدس والإنسان المقدس طريقك إلى النجاح. أنت إنسان مقدس، وقداستك هي من قداسة الله. أنت إنسان عبقري، لأن عبقريتك هي من عبقرية الله. أنت إنسان ذكاؤك مطلق، لأن ذكاؤك هو من ذكاء الله. الإنسان والله، الله والإنسان، عقل الله وعقل الإنسان واحد. سوف نقرأ من هذا الكتاب العظيم، A Course in Miracles، درس في المعجزات. نقرأ ما يقوله الكاتب حول طبيعة الإنسان وطبيعة الله، ومن ثم أيضا نعلق باللغة العربية على الذي جاء في هذه السطور من الكتاب. يقول الكاتب: In the longer practice period, we will think about your reality and its holy, unchanged and unchangeable nature. We will begin by repeating this truth about you, and then spend a few minutes adding some relevant thoughts, such as, Holiness created me holy. Kindness created me kind. Helpfulness created me helpful. Perfection created me perfect. Any attribute which is in accord with God as he defines himself is appropriate for use. We are trying today to undo your definition of God and replace it with his own. We are also trying to emphasize that you are part of his definition of himself. وكما تقرأ الأسطر في اللغة العربية نبدأ. فيقول الكاتب: في العيش وعلى الأمد البعيد سوف نفكر حول حقيقتك وقدسيتها وتمامها، والتي هي غير متغيرة وغير قابلة للتغيير. بمعنى، وأنت تعيش على الأرض، أفكارك، روحك، أحاسيسك، عواطفك، شخصيتك، فأنت كلها تجمعها في فكرة واحدة وهي القدسية. أنت لا تتغير وأنت غير قابل للتغيير. أنت جزء من الله في حبه، في تخطيطاته، في أفكاره، في عقله. أنت جزء لا يتجزأ من صفات الله. المشكلة التي يعيشها البشر هم يعتقدون أنهم منفصلون عن صفات الله. والمشكلة الكبيرة التي يعتقد بها البشر هو أنهم مجرد عظام ودم ولحم وعمر وجنسية ولون، ومصابين بهذا الظرف أو ذلك الظرف. هذه مشكلة كبيرة جداً في عدم فهم الإنسان لنفسه، وعدم فهم الإنسان إلى الله. العقل الواعي يسحبك من العيش في الحقيقة المطلقة، وينزل بك لكي تعيش في الحقيقة الناقصة. الحقيقة الناقصة تعطيك حقيقة مظلمة. الحقيقة الناقصة تعطيك نتائج مظلمة. النتائج المظلمة مثل المرض، الموت، القلق، الضجر، التعب، الشعور باليأس. هذه كلها ليست من صفات الله، فإذا يجب أن لا تكون من صفاتك إطلاقا. أنت النجاح الحقيقي، لأن الله هو النجاح الحقيقي. أنت الفكر الحر، لأن الله هو الفكر الحر. تنهض صباحا وتعيش الفكر الحر، بمعنى تعيش طبيعة الله التي هي طبيعتك، فتقول أنا الفكر الحر، وتشعر أنك حرية مطلقة في اتخاذ القرارات، وتشعر أنك حرية مطلقة في الذكاء، وحرية مطلقة في الإبداع وفي النجاح، وحرية مطلقة في الإرادة. بمعنى لا تجعل الظروف السلبية تسيطر عليك، وبمعنى آخر لا تجعل أحاسيس العقل الواعي أو البعد الثالث توهمك بأنك إنسان محدد. أنت
حقيقتك لست إنسانا محددا. تقول معي الآن، تقول أنا طاقاتي بغير حدود، أنا ذكائي بغير حدود، وتتجرأ الآن وأنت تسمع هذا الفيديو فتقول أنا مقدس، أفكاري مقدسة، جسمي مقدس، مشاعري مقدسة، ذكائي مقدس، حياتي مقدسة. هذه هي الحقيقة المطلقة، الحقيقة المطلقة أن الإنسان مقدس لأنه من الله. نكمل. يقول الكاتب: سوف نبدأ بتكرار الحقيقة حول نفسك. إذن يجب أن تعيش أنت تكرر الحقيقة حول نفسك في كل ثانية، وأنت في البيت، أنت تدرس، أنت تعمل، أنت تتحاور مع شخص، أنت تفكر. يجب أن تكرر الحقيقة حول نفسك، وهو إنك مقدس، بمعنى لا يستطيع المرض أن يهزمك، لا تستطيع الظروف الصعبة أن تهزمك، لا يستطيع الموت أن يهزمك، لا يستطيع الخوف أن يهزمك، لأنك لا تعترف بها، لأنها ليست من طبيعتك، لأنها أكاذيب العقل الواعي. فأنت نقول تصعد وتصعد 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 وتتحد بالله، تقول أنا مقدس، تكرر هذه الحقيقة باستمرار، ليلا صباحا عصرا مساء، في الخريف في الشتاء. هو في الحقيقة ليس هناك خريف، ليس هناك شتاء، ليس هناك ليل، ليس هناك صبح، هذه كلها خداعات وأكاذيب العقل الواعي. الحقيقة المطلقة هو الفراغ المطلق، أنت الفراغ المطلق المملوء حكمة مطلقة وذكاء مطلق، فترى نفسك الفراغ المطلق، الحكمة المطلقة، الذكاء المطلق. أنت غير محدد باسم، أنت غير محدد بجنسية، أنت غير محدد حتى لو بامرأة أو رجل. الإنسان، نحن نتكلم مع أشخاص فنقول لهم لا تنظر إلى نفسك أنك رجل أو امرأة، أنت روح مقدسة. تنظر إلى نفسك أنت روح مقدسة، تقول أنا الروح المقدسة لأن روحي هي من روح الله. نكمل. وبعد ذلك سوف نقضي دقائق قليلة نضيف هذه الأفكار التي تتعلق بقدسيتك، والتي هي كالتالي. إذن بعد أن كررت الحقيقة تقضي هذه الدقائق في مكان هادئ، ربما تكون حديقة، ربما في بيتك، وتقول هذه الأفكار التي تتعلق بقدسيتك، فتقول الله المقدس كون المقدس. وعندما تقول هذا الكلام تشعر به وتؤمن به وتعيشه. نعم، العقل الواعي يأتيك الآن فيقول لك ما هذا الهراء، أنت تضحك على نفسك، هذه سخافات، انظر حياتك، انظر وضعك، انظر مشاكلك. العقل الواعي أيضا يجرك إلى الماضي ويقوم باتهامك بأنك عملت هذا الخطأ وذلك الخطأ، والعقل الواعي ينرفزك بمخاوف حول المستقبل. ولكن دائما نقول ونقول لا تكترث إلى العقل الواعي، هذه مصيدة، والإنسان دائما يعمل مصيدة لنفسه، يعتقد أنه محدد. الإنسان حقيقته غير محدد، فأنت لو تأتيك الأفكار السلبية انتصر عليها. كيف تنتصر عليها؟ ترتفع منها، تعيش القدسية، فتقول الله المقدس كونني أيضا مقدس. ثم تقول الله الذي طبيعته العطف كونني أيضا عطوف. وتقول وتعيش أيضا الله الذي طبيعته المساعدة كونني أيضا أساعد الآخرين. وأيضا تقول وتعيش السطر الرابع الله الذي طبيعته الكمال كونني أيضا كامل. فأنت مقدس، أنت عطوف، أنت تساعد الآخرين، أنت كامل، أنت رائع، أنت جميل، أنت مبدع، أنت ذكاء غير محدود، أنت قوة غير محدودة، الحياة تحبك وأنت تحب الحياة، الفرص، تقول هذا مليارات الفرص الآن حولك، وملايين من الظروف الإيجابية تنفتح لحياتك.
أنت والحياة واحد، أنت والله واحد، أنت والفرص الإيجابية واحدة. وأيضا تقول أنا الصحة المطلقة، أنا الحب المطلق، وتعيشها، أهم شيء تعيشها من قلبك، مشاعرك وعواطفك، أنك مقدس وأنك رائع وأنك ذكاء غير محدود. كل صفات الله هي صفاتك، هذه الوراثة الحقيقية. لا تؤمن بالوراثة البيولوجية، الوراثة البيولوجية أتت بسبب عدم فهم الإنسان إلى الكون، ليس هناك وراثة بيولوجية. الوراثة الحقيقية هي الوراثة الإلهية. الوراثة الإلهية أنت تورث كل صفات الله كلها على الإطلاق. ونكمل السطرين الأخيرين، فيقول الكاتب وانتبه إلى هذين السطرين، يقول: وأية صفة يمتاز بها الله، وكما يعرف الله نفسه بهذه الصفة، فأنت أيضا تستطيع أن تتحلى بها. لاحظ، نقرأ السطر مرة أخرى. يقول الكاتب: وأية صفة يمتاز بها الله، وكما يعرف الله نفسه بهذه الصفة، فأنت أيضا تستطيع أن تتحلى بها. صفات الله كلها الإيجابية المطلقة، في التفكير، في البناء، في القوة، في الروعة، في الجمال، في الحب، في الصبر، هذه كلها صفاتك. الصفات السلبية التي لو أنت تشعر بها، أو ربما إنسان آخر يعيشها، مثل الخجل، الخوف، الضجر وغيرها من الصفات السلبية، هذه أتت من تقاليد المجتمع، عادات المجتمع، حضارات المجتمعات، الإمبراطوريات التي حكمت المجتمعات، والسياسات السلبية التي حكمت بعض من المجتمعات، والعقائد السلبية التي حكمت البشر. فهذا الإنسان كلها يورثها، ولكنها كلها خاطئة، ليست حقيقته. حقيقة الإنسان هي القدسية التامة، لأن الإنسان من الله، الإنسان من روح الله، من حب الله. نكمل أيضا فيقول الكاتب: نحن نحاول اليوم أن نزيل تعريفاتك أنت حول الله، ونبدلها بتعاريف الله التي تعود له. إذن يقول الكاتب يعني في هذه المحاضرة أنه أنت تزيل تعريفاتك حول الله. تعريفات البشر العادية حول الله أن الله ساكن في مكان بعيد ومفصول عن البشر، ويراقب البشر، وربما يريد أن يؤذي البشر ويمتحن البشر. هذا ليس الله. هذا الله موجود في قسم من الأديان وفي قسم من المعتقدات. فهذه أنت تزيلها في هذه المحاضرة، تزيلها من وعيك، من أفكارك. الله هو في كل مكان، هو حولك وفيك. وما هو تعريف الله؟ الله هو الحقيقة المطلقة. وما هي الحقيقة المطلقة؟ هو التكوين المطلق، وهو الحب المطلق، وهو الذكاء المطلق الذي يريد لك الخير والمحبة والسعادة، لأن طبيعة الله الخير والمحبة والسعادة، وهذه الطبائع زرعها الله فيك. فأنت اليوم في هذه المحاضرة، نكرر، أنت تبدل تعريفات الله، أنت تعرف الله من تعريفات الله نفسه. نكرر، أنت اليوم تعرف الله من تعريفات الله نفسه، ولا تعرف الله من اعتقاداتك الخاطئة التي ربما تعتقد بها. طبعا ربما تعتقد أن الله في مكان بعيدك ويراقبك، ويريد ربما أن يبليك أو يؤذيك أو يكرهك. هذا ليس الله. فهذه تبدلها في هذه المحاضرة، تزيلها من وعيك، من أفكارك، من مشاعرك، فتبدلها بتعاريف الله التي تعود له، يعني طبيعة الله التي ذكرناها، هذه أنت الآن تتبناها. ويكمل ويقول: ونحن أيضا نحاول أن نؤكد، لاحظ ماذا يقول الكاتب، يقول: ونحن أيضا نحاول أن نؤكد على أنه أنت هو جزء من تعريف الله لنفسه. كل الصفات التي يعرف الله بها نفسه، أنت جزء من هذه التعريفات. هذه هي الحقيقة العظيمة في الحياة وفي الكون، أن كل تعريفات الله التي الله يعرف بها نفسه، فالله أعطاك تعريفاته، أعطاك صفاته إليك أنت. فأنت الآن تتبنى، تعيش هذه الصفات، والتي هي الحب المطلق،
الذكاء المطلق، الحظ المطلق، الصبر المطلق، الهدوء المطلق، الخير المطلق. يجب أن ترى أنت مركزك الخير المطلق، والخير موجود في كل مكان، في الأرض، في الكون، في ظروفك، في عملك، في دراستك، في عائلتك، خير مطلق، لأن صفات الله هي الخير المطلق. ويجب أن ترى نفسك أنت الذكاء المطلق في كل ثانية تعيشها في الحياة وتعيشها على كوكب الأرض، تعيش أنت الذكاء المطلق لأنك من الله، تعيش أنت الحب المطلق، تعيش أنت الجمال المطلق، أنت الهدوء المطلق، ترى كل شيء في حياتك هادئ، وكل شيء في حياتك منتظم، وكل شيء في حياتك رائع. لأنه يؤكد الكاتب، يقول أنه أنت هو جزء من تعريف الله لنفسه، كل شيء يعرفه الله حول نفسه فهذا التعريف يعطيك إياه ويشاركك إياه. أنت مقدس لأن الله مقدس، وعندما تتحد مع قدسيتك أنت تكون النجاح الغير المحدود. نشكركم مرة أخرى على مشاهدتكم هذا الفيديو، ونراكم في الفيديوهات القادمة.